ترند عم بتكون للسستينبل لوجري، فقلت لي ما نعمل جلد من ماده الباذنجان نفسها بانه نحافظ على الباذنجان نفسه بدل ما نكب الجلد، بنقدر نعيد تدويره بفاشن باكثر من شغله ثانيه، وبلشت اطور فيها. هي حسيت القطعة لما وصلتني أصلاً جاهزة، لأن هي كانت جميلة، الباذنجان مع الدرزات اللي عملتهم سلام، يعني حسيت القطعة أصلاً جاهزة، وأنا يعني بس حبيت نضيف شوية حلقات هيك من نحاس، وجربنا بالفضة وجربنا بأحبال وأشياء تانية عشان هي تكتمل، وطبعاً هذا شغل جماعي فكلنا يعني اتفقنا عليها مع بعض.